النهاردة في زيارة التنسيقية لينا هي بتساعدنا في إرساء منظومة التعلم، والنهاردة هذا الطالب يعرف تاريخه من أين أتى وأين هو الآن وأين هو ذاهب، ده مهم جدا. نستكمل سلسلة لقاءات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجامعات المصرية بشكل عام، وكان يمكن أهم الجامعات اللي كنا حريصين على التواجد فيها جامعة النهضة، لأن الحقيقة يمكن بنحاول نقرب أكتر من الطلبة وبنحاول يعني ندير حلقة نقاشية معهم فيما يخص مؤتمر المناخ كوب 27 يعني تزامنا مع انعقاده في مدينة شرم الشيخ، وأيضا فعاليات الحوار الوطني اللي يمكن هتبدأ جلساتها قريبا جدا في مناقشة عدد من الملفات. احنا بدورنا كنواب لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متواجدين يعتبر دلوقتي بشكل يومي في جميع محافظات الجمهورية، بنجتمع مع كل أطياف المجتمع، حابين ان احنا نسمع منهم مشاكل، أفكار، أطروحات، رؤى، نعرف ايه حتى رؤيتهم للقضايا المختلفة.